أريد في البداية أولا أن أطمئن إلى إخواننا في غزة. أنا لا في الحقيقة ولله الحمد لا نحول على أي حليف آخر، يعني خاصة لا سيما الروس، يعني روسيا أو غيرها. رهاننا أولا وقبل كل شيء هو على الله جل وعلا، نحن متوكلون عليه وواثقون به، ولدينا ثقة كاملة بأنه لن يتركنا ولن يتخلى عنا، لأننا في موقف الحق والله جل وعلا قد وعدنا بالنصر. هذا أولا. الشيء الثاني، نحن نعول بعد الله جل وعلا على شعبنا وإرادة شعبنا، ولذلك هنا يأتي يعني الاختلاف مثلا في وضعيتنا مع وضعية إخوتنا في حزب الله. نعم. وضعنا في اليمن هو يختلف أيضا. الجبهة الداخلية بالنسبة للقضية الفلسطينية تكاد تكون إجماع كامل، الجبهة الداخلية متماسكة قوية داعمة ضاغطة أيضا مؤيدة، تخرج في كل أسبوع في شتى المحافظات. يعني الآن الأسبوع الماضي ربما خرجت أكثر من 350 ساحة في مختلف مديريات المناطق الخاضعة لحكومة صنعاء، سواء كان على مستوى المحافظات أو على مستوى المديريات أو على مستوى القرى والعزل. وبالتالي وضعيتنا الحمد لله يعني وضعية أفضل وأحسن، ومع ذلك نحن لا نراهن، سواء إذا كانت لدى الروس مثلا أو روسيا، إذا كانت لديهم نوايا جادة في إيجاد تحالف عسكري أو أمني، نحن ليس لدينا مال، لكن هذا لا يمثل لدينا بالنسبة لنا أملا أو أن نثق بهذا التحالف، لأنه كما قال ضيفك الكريم روسيا لها حسابات اقتصادية وحسابات سياسية مع دول الخليج، مع دول الأوبك، مع المملكة العربية السعودية، مع الإمارات، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها، ونحن وافقون من ذلك.